مرحبا جميعا، كيفكم اليوم؟ معكم وصال السكري. انا حبيت بهذا الفيديو اني احكيكم عن منتج كثير حبيته وانا جربته شخصيا، اسمه ريفيتا بلو. ريفيتا بلو بيجي بهيك علبه فيها 30 وحده مثل هي، تتذوب بالمي، هي بودر. ليش مهم واحد يستعملها وخاصه بايام الفصل الخريف والشتي؟ لانه فيها مواد بتساعد على اكتيفيشن، هي بتعمل اكتيفيشن للخلايا الجذعيه اللي موجوده عندنا النايمه بسلسله الظهر، بتعرفوا بسموها بالبون مارو. عندنا نحن خلايا جذعيه وهن بتكون نايمه، نحن بحاجه لحتى نعمل لها اكتيفيشن لحتى نحفزها لحتى تروح تفيق وتروح على السيركوليشن على الدوره الدمويه وتروح هونيك حتى تظبط، يا بتعمل ريجنريشن يعني تظبط اي اورجان عن اي مشكله عندنا اياها، يا بتعمل ريبير معناتها تصحح شيء خربان. اوكي، هذا المنتج كثير منيح لانه شخصيا انا جربته وكان اعطاني نشاط. اول شيء اعطاني انرجي، في عندي امور كنت عم بعاني منها قبل، كرونيكل يعني انفلاميشن، يعني كان عندي التهابات مزمنه، فضروري كنت استخدمها مع الريزرف اللي حكيت عنه بالفيديو السابق. ريزرف وريفيتا بلو بيشتغلوا مع بعضهم سينرجيتيك، كل واحد عنده شغل خاص فيه. ريزرف مثل ما حكينا قبل هو انتي اوكسيدنت، يعني بيعمل مضادات اكسده بينظف، وبيجي هذا بيعمل اكتيفيشن للخلايا الجذعيه تاعولنا نحن وبيخليها تشتغل وتشتغل شغلها. هذا اساسه في الطحلبه الزرقاء الخضراء اللي هي عايشه ملايين السنين، نعرفها نحن باورجانو لايك بامريكا، تعتبر من اقدم البلانتس الموجوده عندنا على يعني على الكره الارضيه. اكتشفت العلماء وخاصة العالم كريستيان درابو اللي هو عنده 20-25 سنة بالنسبة لمجال الخلايا الجذعية من النباتات، انه ممكن نحن النباتات او الخلايا الجذعية منها تساعدنا نحن يعني تحفز الخلايا الجذعية تاعولنا. هذا ثورة بعالم الخلايا الجذعية خاصة من النباتات. فهو قال اذا انا اخذت من الطحلب الخضراء الزرقاء ودمجتهم مع الالوفيرا، كمان دمجتهم مع بيريز خاصة صفراء موجودة بالتبت مع بعضهم كلهم سوا، ما حطيت معهم بودر كوكونات بودر يعني بودرة جوز الهند، كلها هيدي حطون ببودر بنشربهم بالماء، بنحطهم عليهم ماء بنشربهم، بتحفز الخلية الجذعية تاعولنا. نحن بنعرف انه الخلية الجذعية ممكن تتحول لأي خلية بالجسم، فهذا اكتشاف رائع. تخيلوا انه حدا عنده مثلا مشكله بالكبد، الخليه الجذعيه بس تروح بتشوف اذا في شيء مشكله فبتصححها، واذا ما لقيت شيء بترجع لوين؟ على البون مارو تاعولنا وين ما هي مستقره. هيك عم بسط لكم اياها. طبعا نحن اكتشفنا كثير، نحن بنرجع بنقول نحن ما بنعالج، ولكن اكتشفنا كثير انه هو بتعطي تاثير بوزيتيف على كل شيء مزمن عندكم اياه، لانه هي بتصحح مثل ما قلنا الخلايا الجذعيه تاعولنا بتصحح. نحن اكتشفنا انه في كثير مثلا اشخاص اللي عندها مشكله بالالزهايمر والباركنسون تحسنت صحتها، الناس اللي عندها مشكله بالاشياء الاوعيه الدمويه، اي شيء بالدم، اي شيء عندهم مشكله مثلا بالجهاز الهضمي او عندهم شيء بالاميونيتي بالمناعه تاعولهم مشكله الكوليسترول، فهي كمان في بقلبها اشياء كثير مهمه فيها مثلا الحديد، فيها زنك، فيها سلن، فهيدي الكومبينيشن بتخلي انه كل شيء يعني مزمن عندنا يتصحح. في ناس حتى ما بتعرف انه هي عندها شيء مزمن، لانه نحن عندنا كثير اوكسيديشن مثل ما قلنا بجسمنا، في كثير دائما الخلايا بتتجدد. ف يعني هذا بتعتبر تجديد داخلي بنسميه، فنحن بننصح والساينس العالم اللي اسمه دكتور كريستيان درابو بينصحنا انه كل 6 ساعات ناخذ وان ساشي، لانه اكتشف انه بس يطلعوا من البون مارو الخلايا الجذعيه تاعولنا بتضلها بالجهاز الدموي لمده ماكسيموم من 6 دقائق ل6 ساعات. مشان هيك كل 6 ساعات تستعملوها، ممكن تستعملوها 3 مرات بالنهار اذا بتكونوا كثير عم تستفيدوا من هذا البرودكت، او مره بالنهار او مرتين على حسب طبعا الشخص قديش بيقدر يعمل انفستمنت بصحته. انا دائما بقول انفستمنت بصحه الواحد هي اهم شيء، لانه اذا الشخص صحيح ساعتها بيقدر على كل شيء، اذا راحت الصحه هيدي مشكله، ونحن بنؤمن بالوقايه بالبريفنشن. فلذلك انا بنصح هذا البرودكت تاخذوه فعلا، نرجع بنعيد لمده 3 اشهر.